بالنسبه له هتكون شكلها ازاي، والخطه اللي راسمها كابتن ربيع لتواجد او اختيار اللاعبين هتكون عامله ازاي. كابتن ربيع مساء الخير عليك يا كابتن. بخير يا ابو حميد، ازيك يا حبيبي؟ ازيك؟ صحة. تحياتي ليك يا كابتن، ربنا يخليك، منور واكيد دايما، انت منور اللي منور يا كابتن. بالتوفيق دايما يا ربنا حبيبي، يخليك دايما بالتوفيق يا ان شاء حبيبي. الله كابتن، بالتوفيق ليك كابتن الفتره القادمه، وبدايه الكابتن ربيع بيبتديها من خلال تكوين الفريق. كابتن ربيع يعني توضح لنا الامور بالنسبه لمنتخب 2001 في الفتره القادمه هتكون ماشيه ازاي يا كابتن؟ هو انا بتابع طبعا الفتره دي يا محمد، اسمها فتره الانتقاء. يعني انا مقسم مراحلي على اكثر من مرحله، مرحله الانتقاء وبعدين البناء، واخد بالك؟ وبعد كده المحاضرات التجريبيه. الانتقاء ده انا بتابع دوري الجمهوريه، النهارده كنت بتابع انبي ودجله في انبي، الاسبوع اللي فات كنت في الزمالك، والاسبوع اللي قبله كنت في الاهلي. بالك عندنا 30 فريق، عندنا 18 فريق، في 30 يبقى ب 540 لعيب، دول بتابعهم انا وجهازي. مش عشان اوسع الدايره واشوف عدد كبير جدا يا محمد، انا بقى يعني هقترح ان شاء الله ان احنا نعمل بطوله المناطق والقطاعات بدون لاعبي الدوري، ودي لو متوسط 60 لعيب في 8 420 420 و540 يعملوا 1010. يبقى انا شفت في فتره الانتقالات 1010 غير بقى ايه، لعيب هنا لعيب هنا لعيب هنا لعيب هنا. انا بوسع الدايره عشان اعمل العدل واشوف كل مصر، بالك؟ صحيح. ده معناها يعني انا بشوف كل محافظات مصر، كل محافظات مصر في المناطق والقطاعات. دي فتره مهمه جدا يا محمد، اديها مثلا حوالي 12 اسبوع بامر الله تعالى، عشان اكون خلصت الفتره المهمه جدا والصعبه جدا في انتقاء اللاعب اللي ان شاء الله مع البناء يبقى لعيب دولي على اعلى مستوى باذن الله تعالى. ان شاء الله كابتن، يمكن كان في خبر احنا كنا قلناه من يومين ان كابتن ربيع يعني المسؤوليه هتبقى او بدايه المهمه هتبقى بعد كاس العالم، لكن التوقيت اللي انت بتبتدي تختار فيه يا كابتن ده مجهود شخصي من حضرتك، ولا يعني الوضع بالنسبه للجزئيه دي عامله ازاي؟ انا هقعد مع كابتن مجدي عبد الغني بكره. محمد عندنا 27 اسبوع يا محمد، الوقت مش في صالحنا، خلي بالك. 27 اسبوع خلي بالك، فيهم ايه؟ فيهم دوري، وفيهم مباريات، وفيهم فترات اعداد، وفيهم اعياد، وفيهم امتحانات، وفيهم اجازات. انا وقت الفني فين اللي هقدر بيه اصنع اللعيب؟ فطبعا هوضح الصوره دي للكابتن مجدي، وكابتن مجدي هيفهم الكلام ده وهيتعاون معايا، لان الموضوع مش موضوع فلوس، موضوع ان احنا نكسب وقتنا ونشتغل. صحيح. دي مهمه قوميه يا محمد، لازم نشتغل فيها على اعلى مستوى. طبعا. احنا خد بالك، فانا بكره هقعد مع كابتن مجدي وان شاء الله تفهم الموضوع. وانا كده كده ابتديت واشتغلت شغال وعمال الف، لان الوقت صعب جدا. 27 اسبوع خلي بالك، قلت لك انا عاوز الصافي منهم ليا انا، خد بالك. فده اللي انا بسعى له، وان شاء الله يتفاهموا كلهم ويتعاونوا بعض، فكلنا ان شاء الله تعاون. يعني متاكد ان 100% الامور هتبقى على احسن ما يكون باذن الله ان شاء الله. كابتن يمكن حضرتك حققت يعني نتائج جيده جدا مع منتخب الشباب، يعني تطلعاتك بقى من خلال برضه المنتخب ده نفس الوضع ان شاء الله كابتن؟ ان شاء الله انا بسعى وبكتفي. انت عارف ان انا احنا بنقاتل عشان احنا دي مهمه قوميه يا محمد، مسؤوليه كبيره جدا. ربنا يقدرنا، هنسعى وهنجتهد وهنشتغل بمرضاه الله، هنشتغل بعدل، هنشتغل بفنيات، هنشتغل باسلوب علمي كبير على اعلى مستوى، والله الموفق باذن الله. معلش كابتن، يمكن انا بس عشان انا يعني جزئيه المنتخبات 2001 عنده افريقيا، ودي بتبقى مؤهله لكاس عالم، مظبوط كابتن؟ يا محمد انت دي ده 17 سنه عنده تصفيات بمشيئه الله تعالى. شهر 5 2020. تمام يا كابتن. عشان لو في نصيب وصلنا كاس الامم، يبقى كاس امم شهر 3 2021، كاس العالم 6 2021 بمشيئه الله تعالى. تمام. ده هيكمل يا كابتن المنتخب الاولمبي ولا المنتخب ده مش هيكمل؟ بامر الله. منتخب ده جيل ذهبي، يعني ده بيسمى الجيل الذهبي دائما يا كابتن. ان شاء الله يا كابتن تحقق بيك حاجه كتير جميله كده، وكمل بيهم ان شاء الله منتخب اولمبي. كابتن ربيع بالتوفيق لك كابتن ربيع، وان شاء الله مجهود كبير بيقدمه كابتن ربيع دائما مع المنتخبات الوطنيه. يمكن واحنا بنتكلم على مباراه الغد قلت القائمه الخاصه بالنادي الاهلي، لكن احب